مرحبا يا أصدقائي، شوكم شاء طيبين؟ رجعنا لكم فيديو جديد وياكم أخوكم ياماتو. بما أنه الشركة كشفت عن الياماتو الجديدة، حبينا نشاركها وياكم ونشوفكم بعض التسريبات والإضافات اللي باللعبة الجديدة. طبعا راح نشوف واجهة جديدة للعبة اللي هي واجهة الكريسماس أو واجهة الدخول السنة الجديدة. ومع ذلك الياماتو الجديدة تنضاف في الموسم القادم إن شاء الله، معاها دفاعات جديدة، ومن المحتمل تكون هذه الياماتو يا اما بالباتل باس القادم يا اما بالذهب. والان نشوفكم هذه الصورة اللي هي واجهة اللعبة اللي راح تنضاف في التحديث القادم. عنا السنة الجديدة والكريسماس، وهسه راح نشوف المفاجأة الكبرى اللي هي مود الدبابات. مود الدبابات من مؤكد انه ينزل التحديث القادم، وهذه اضافة جدا جدا ممتازة. راح تكون خريطة صحراوية، مع ذلك راح يكون الطور اللي بداخل مود الدبابات اللي هو الاحتلال. وهذه واجهة الدبابة اللي راح نشوفها التحديث القادم، هدم البيوت بالدبابة والهجوم الواقعي كذلك. وصلنا نهاية الفيديو أصدقائي، لا تنسوا تدعمني بلايك واشتراك القناة. أتمنى الفيديو عجبكم. طبعا الفيديو هذا مسرب من الشركة ونشروه على قناتهم الشخصية، وأنا حبيت أوصله لكم.